ضم عمر كمال، ولكن عمر قال كلمته وقلنا من فترة انه رغبته كانت الاهلي، وخلص اتفاقه مع الاهلي بالمناسبة. وزي ما قلت لكم انه يعني يمكن قبل كده عمر كمال عبد الواحد هو من اوائل صفقات النادي الاهلي في يناير القادم باذن الله. الزمالك كمان اخذ موافقة محمد عواد حارس مرمى الفريق لتجديد عقده، وهو اللي قال كده بنفسه للكابتن احمد سليمان عضو مجلس الاداره الحالي، قال له كده انا عايز اجدد وانا متمسك بالبقاء في الزمالك وجاهز لتوقيع عقد جديد معاكم. طيب ده بالنسبه برضو لمحمد عواد. سامسون بقى، سامسون اكينولا، بعد ما الزمالك كان مقرر رحيل سامسون في يناير اللي جاي، الوضع دلوقتي بالنسبه له اتغير خالص، لانه رجع الحقيقه يشارك مع الفريق بقياده الكابتن معتمد جمال. مش بس كده، لما اداره النادي وقلت لكم الكلام ده امبارح، لما اكتشفت انه سامسون واخد 75% من مستحقاته ورجع وبيسجل كمان اهداف، قالت لك لا انا خليه يكمل بقى، انا اديله الفرصه كامله لحد اخر لحظه، ويمكن يعني يتالق في الفتره اللي جايه مع نادي الزمالك، الله اعلم. سبب تاني يخلي الزمالك يقرر يبقى على سامسون او يخليه مع الزمالك، هو زي برضو ما قلت لكم امبارح الاتجاه في النادي دلوقتي هو انه مفيش تعاقد مع اي صفقات جديده، وانه هذا الموضوع اتقفل مؤقتا، وتاجيل موضوع ازمه القيد لحد نهايه الموسم الحالي. هنشوف سامسون ممكن يعمل ايه مع الزمالك، ممكن فعلا يتالق ولا لا، وبكده هيكون السبب في عدم استغلال امكانياته هو اوسوريو. اوسوريو طبعا مدرب الفريق اللي كان الحقيقه مش عاجب الجمهور